يا جدعان هو بيصورنا على الطلاب التلاتة مرشد. تعال يا جدع على الطلاب التلاتة مرشد. اهلي بيشوفوا الفيديوهات دي لما يشوفوا ان الحكومة بتجري ورانا هيبقى حلو. يا اسطى اقسم بجلاله الله يا جماعه احنا متراقبين وربنا. طيب يا جدعان ركزوا معانا كويس قوي في الفيديو ده. المفروض بدل الفيديو ده انزل لكم على اليوتيوب فعرفوا ان في احداث مهمه جدا 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 ولازم كلنا اننا نعرفها. المفروض دلوقتي الساعه 6 الصبح جايبين الشنطه بتاعتنا فيها الهدوم. امسك كده يا سلكوح. معايا النهارده بيليا، معايا بقى زلزال، احنا بس اللي موجودين. بص بقى مين هناك اهو قبل ما يمشي. يا رب يكون بس يا عم اهدى. بص يا جدعان، بص يا جدعان، احنا بقالنا 3 ايام ما بنروحش البيت. 3 ايام. بصوا بقى ده عاملين ايه. هو شايفنا لغايه دلوقتي راح فين؟ بص يا جدعان، هو لغايه دلوقتي بيظهر ويختفي، يظهر ويختفي، يظهر ويختفي. انه يجي يكلمنا ما بيكلمناش. ده مرشد، ده مش ظابط. بص احنا عايزين نمشي. انا عايز الكاميرا تراقب. انت رحت فين يا زلزال؟ زلزال زلزال، خد طب صوره من فوق عندك. انا عايز اجاوبكم من قريب، عايز اجاوبكم من قريب عشان كل حاجه تبان. انا عايز اجيب وشه. ايه ما انت كده زي ما انت متحركش. بص يا جدعان، ده مرشد مراقبنا 24 ساعة، حاطط التليفون على ودانه وكل شوية يفتح المكالمة ويكلم حد انه يعرف احنا انه بيكلم مين. محدش يعرف يا اسطى. احنا عايزين اهو يا اسطى اهو. بص الزلزال هنا اهو. قرب عليه، احنا عايزين نعرف يا اسطى هو مين وعايز مننا. مفيش غير فيها مرشد. مرشد صح؟ مرشد. طب ماشي مرشد يا عم، عايز مننا يعني. خلي بالك بدل في مرشد اهو اهو. مرشد يا جدعان عليا الطلاب التلاته مرشد، عليا الطلاب التلاته مرشد. خلي بالك بدل في مرشد وفي مكالمة تليفون، يعني ممكن الحكومة تنزل لي هنا في أي وقت. فخلي بالك. وصح صح. حكومة إيه يا اسطى تاني يا اسطى؟ يا عم تعالى بقى. حكومة إيه تاني يا اسطى؟ إيه ده بقى، تعالى كسا. أهو أهو بيستعبطنا ده ولا إيه؟ بقول لك إيه، تعالى نجري. تعالى نجري. مش قادر. تعالى نجري بس اسمع الكلام، اسمع الكلام شوف هيعمل إيه. بقالنا 3 أيام ما بننامش أصلا. يلا نجري يلا نجري. اجري 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 بس. يا دي اجري يا دي يا برج يا ابني ما تخس اجري. بص بص جاي ورانا بيصور، بيصورنا يا جدعان. يا جدعان هو بيصورنا على الطلاب التلاته مرشد. تعال نقفش يا جدع على الطلاب التلاته مرشد. تقفش ايه؟ تقفش مرشد. بعت اللوكيشن بتاعك. اجري 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 على بقى كده. خش بسرعة خش بسرعة خش بسرعة خش خش بسرعة. ايه ده ما حدش يتحرك. ثواني جاي جاي. اهو يا جدعان، مرشد ولا مش مرشد؟ مرشد ولا مش مرشد؟ ده تبعه ده ولا ايه بقى؟ تبعه ده ولا ايه؟
جايه هنا يا ابني. في عربيه جايه؟ اه يا اسطى دي حكومه دي اصلا. في عربيه ملاكي جاي. في عربيه ملاكي جاي. عربيه ملاكي. هش تحرك هش تحرك. بقول لك ايه الدار؟ طيب الدار انت وهو الدار. كل واحد يتخبى في مكانه يا جدعان. في عربيه ملاكي جاي على الطريق بتاعنا. ممكن تبقى حكومه؟ العربيه دي تاني مره تعدي يا جدعان. العربيه دي تاني مره تعدي. عدت مره واحده في الكاميرا. تعالى بس تعالى. هو مرشد. تعالى تعالى مني. تعالى مني. تعالى يا تعالى. ما تيجي يا عم. يلا يا عم. اصلا عيب دوت عيط يعني. انت عيل صغير. انا تعبت يا اسطى. دوت عيط يا اسطى. انا مش وش حكومه. انا مش وش حكومه. طب دوت عيط يعني. انت مش راجل. انت مش راجل بتعيط ليه؟ هو انت عيل صغير يا ابني؟ انا اهلي بيشوفوا الفيديوهات دي لما يشوفوا ان الحكومه بتجري ورانا يبقى حلو. يا عم طب نعمل ايه؟ احنا وش حكومه؟ هو انت مجرم؟ احنا وش قال؟ انت مجرم؟ انت مش مجرم يا عم عشان يزعلوا عليك. انت مظلوم وانا زي زيك. هو انت ليك اهل وانا ماليش اهل؟ ما انا اهلي برضه بيتفرجوا على الفيديوهات. انا قضيت. انا تعبت من كتر الجري. انا تعبت. انت الوقت راجل بتعيط ليه؟ بتعيط ليه؟ انت الوقت راجل. انا جبتك يا اسطى من الموضوع اللي بيحصل ده. زهقت اللي بننام عليه بنص عليه. جي من هنا. جي من هنا. جي من هنا. وحيات ابوك لا تقول. يلا يلا يلا. بص يا جدعان كان ظهر من هنا الوقت. كان ظهر من هنا الوقت. فين اهو علي الطلاب الثلاثة مرشد يا جدعان. مراقبنا من الصبح. مرشد ده ولا مش مرشد؟ مرشد ده ولا مش مرشد؟ انا عايز اجابة. هو بيصورنا اهو. هو بيصورنا. انا بصور وهو بيصورنا. بصوا علي الطلاب ماسك الكاميرا بيصورنا اهو. اهو بيصورنا ولا بيصورناش؟ علي الطلاب بتاعتها بيصورنا يا جدعان.